أما هلأ رشا وصلنا لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، رح نحكي عن عالم التنمية البشرية، وهيدا المصطلح مثل ما الكل بيعرف رشا بالعشر سنوات الأخيرة صرنا نسمع عنه بشكل كتير كبير. مصطلح التنمية البشرية، كتير من الأشخاص توجهوا للتنمية البشرية ليقووا قدراتهم ومهاراتهم، يكتسبوا مهارات جديدة وخبرات، خصوصا مع بداية كل العام. كلياتنا بنقول انه مع بداية كل العام نحط أولويات، نقول انه هي السنة رح تكون يمكن سنة إنجاز بالنسبة لنا، نحط نقاط بعض صحيح. النقاط والأهداف لنا. أكيد نور، مثل ما قلتي دائما احنا بنهاية كل سنة بنطلع على السنة الجديدة، بنقول بهاي السنة احنا ان شاء الله حتكون تعويضية عن اشياء فاتتنا بالسنوات السنة الماضية، ونروح لنحط أجندة، بنحط أهداف، أولويات، بنحط غربلة حتى بجوز للأشخاص اللي حوالينا. ولكن القصة اليوم بحاجة لمهارات تنمية بشرية، وأكيد لوعي كثير ذاتي يكون متطور عند أي شخص. أكيد التنمية البشرية إلى دور كثير فعال في المجتمع، خصوصا اليوم بعد 10 سنوات من الحرب كلياتنا بنحتاج لاكتساب خبرات جديدة وتنمية مهاراتنا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا المدربة الدولية بالتنمية البشرية ولا لحلحي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا، يسعد صباحك وصباح جميع المتابعين، إن شاء الله سنة خير وسعادة على الجميع وتحقيق أمنيات إن شاء الله. يا رب صباح الخير ولا لا إليك، سنة حلوة عليك وعلى كل أهلك يا رب. إن شاء الله يا رب سنة حلوة علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. بداية ولا وقت نقول تنمية بشرية، يمكن هذا المصطلح يكون هيك حبينا اليوم من خلال وجودك معنا نفسره بشكل أبسط وأوضح لكل حدا عم يشوفنا اليوم، شو يعني تنمية بشرية؟ تمام، هلا التنمية البشرية فهي تنمية مهارات الأفراد أو تنمية القدرات من خلال اكتساب خبرات جديدة، اكتساب معارف، اكتساب معلومات جديدة، بالتالي تطوير الوعي الذاتي عند هدول الأشخاص ليحققوا السلام النفسي، ليكونوا راضين عن ذاتهم أكثر، راضين عن قدراتهم أكثر، يعني اكتساب أمور جديدة، مهارات جديدة، خبرات جديدة، بالتالي ليكون أنا راضيان عن ذاتي على الصعيد الشخصي وكمان عضو فعال ضمن هذا المجتمع. يعني هي بتفيد الأفراد وكمان إلى دور كتير مهم من خلال تطوير المجتمعات. أكيد، لأن الفرد هو النواة الأساسية لأي مجتمع، فقديش نحن اليوم نقدر نطور ذاتنا ونكسب مهارات وخبرات هي أساساً خبرات متبادلة للنهوض بعيد المجتمع. بس خلينا نحكي كيف فينا نستفاد من التنمية البشرية اليوم مع بداية عام 2023؟ يمكن الكل بيحب يكون متفائل مع بداية السنة، حاطط أولويات وأهداف، بتلاقي صار بمرحلة نضج أكبر، بطريقة تفكير مختلفة، لكن الظروف نوعا ما بتلعب دورها بشكل كتير كبير. يعني ما فينا نغفل عن الظروف ونقول للناس كونوا متفائلين وكونوا يعني فعليا هي السنة رح تكون متغيرة، لا، يعني نحن عم نحارب فعليا لتكون هي السنة مختلفة. فخلينا نحكي كيف فينا فعليا نستفيد من التنمية البشرية بهي المهارات واكتسابها. تمام، هلأ بالنسبة لسنة 2022 هي بالنهاية سنة وخلصت، سنة وراحت بحلوة بمرة، بالأمور السلبية بالأمور صحيح. الإيجابية صحيح. كلها خلص راحت، فنحن نحاول نركز على الأمور الإيجابية صح. ناخد معنا عام 2023 الذكريات الحلوة، نبعد عن الأمور السلبية. أنا أطلع على حالي شو أنجزت خلال عام 2022، شو حققت أهداف، شو طورت من ذاتي، إن كان على الصعيد الشخصي أو ضمن العمل أو ضمن العائلة. دور على الأسباب يلي أدت أنه أنا ما أتطور مثلا ضمن المجال العمل، عالج هي الأسباب. بس عالجت هي الأسباب بالتالي أنا حليت المشكلة بطريقة أبسط وأسهل. نحاول من أول يوم بهي السنة، أو نحن هلأ اليوم ثاني يوم بهي السنة، نرسم خطة ممنهجة، خطة كاملة لكاملة. يمكن لأنه ما بنحط نوت أو هدف أو نقاط لهيك الناس بتكون شوي ضايعة شوي مشتتة. فنحن نحاول نحط خطة ممنهجة لكامل العام، كمان نحط أهداف كتير مهم، نحط أهداف قريبة المدى وكمان أهداف بعيدة المدى. نطلع عام 2022 أنا كنت حاطة فرضا 5-6 أهداف، في هدفين ما تحققوا معي خلال عام 2022 يكونوا هنن الأولويات ضمن 2023. اشتغل على حالي أكثر، اجتهد أكثر لحقق هدول الهدفين اللي ما تحققوا خلال العام الماضي، بالإضافة للأهداف الجديدة. بالنهاية طريق النجاح ما هو سهل صح. يعني ما في حدا من الناجحين وصل بكل سهولة، لازم يكون في نية وفي عزيمة وفي إصرار على التنفيذ. يعني في مقولة بتقلك من جد وجد، فأنا بدي حط كذا هدف. طبعا هي الأهداف تتناسب مع إمكانياتي، مع قدراتي، مع البيئة المحيطة اللي أنا فيها،
لانه كل ما حققت هدف من هدول الاهداف هالشيء رح يعطيني دافع ايجابي كثير كبير، هالشيء رح يعزز ثقتي بنفسي اكثر، فبالتالي رح يكون عندي الاستمراريه، رح يكون عندي حب المثابره لكون انا قبلاني عن ذاتي، رضياني عن ذاتي بهذا التطور اللي عم حققه في سبيل تحقيق الاهداف، ورح يكون بنفس الوقت دافع كبير لحقق الهدف يلي بعده. طيب ولا حكيتي نقطة مهمة، إنه نحن مفروض نعرف شو بدنا، وهون عم نحكي عن مهارة الوعي الذاتي لكل حدا فينا. اليوم في كتير أشخاص بتقول لك أنا ما بعرف شو بدي، يعني أنا ماشية هيك على التوكل على النوايا. أكيد اليوم نوايا كتير مهمة أيضا بهي القصة، ولكن حكيتي نقطة إنه نحن نعرف شو بدنا ونحط هدول الخطط، ولكن دائما الواقع غير أحلامنا وغير طموحاتنا غير أهدافنا، أحيانا الواقع بفشلك. اليوم قديش نحن مهم نحط خطط بتناسب ظروفنا، إمكانياتنا كان المادية الاقتصادية الاجتماعية ونمشي عليها. تمام. هلأ بالنهاية ليس كل سقوط هو نهاية أو هو فشل، قد يكون بداية جديدة وبداية سعيدة. يعني فرضا أنا واجهتني بعض المشاكل أو بعض المطبات في سبيل تحقيق هدفي، أنا بدي أدور على هي الأسباب، بدي أعالج هي الأسباب، وين الخلل، وين النقص لحتى أدى أنه هذا الهدف ما يتحقق. يعني كلنا بنعرف الشخص اللي عنده هدف اللي بتلاقيه شخص إيجابي بالمجمل، شخص طموح، شخص مثابر على نفسه أنه أنا بدي أحقق هدول الأهداف. أما إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي ما عندهم هدف، فهن أشخاص مطموحين، بيغلب عليهم السلبية نوعا ما، يعني بتحسي ضايع مشتت ما عرفان شو بده، ما عرفان منين بده يبلش. فأنا بتطلع على ذاتي، بركز على نقاط القوة بشخصيتي، أنا وين بكون مبدعة، أنا وين بكون شاطرة وبأبدع ضمن هذا المجال، اشتغل على هذا المجال. ممكن يكون عمل، ممكن يكون دراسة، ممكن يكون مهنة أو حرفة. يعني النجاح ما أنا مقتصر بس على الدراسة صحيح. أو بس على العمل أو بس على المهنة والحرفة، قد تكون موهبة جواتي، اشتغل على هي الموهبة لكون حدا رضيان عن ذاته، وبالتالي يكون حدا فعال من هذا المجتمع. طب خلينا نبلش معك خطوة خطوة. يعني هذا الحكي كتير جميل، يعني بس تنفيذه على أرض الواقع بده شغل ومجهود وتعب. في كتير من الناس هلأ بتكون عم تتابعنا بتقول هيدا كلام، يعني فعليا نحن عم نمر بمشاكل اقتصادية معيشية اجتماعية، ما فينا ننفصل عنا، 10 سنوات من الحرب أهلكت الحجر، يعني طبعا. فكيف العباد، خلينا نحكي من البداية. يعني أنا أغلب الناس إذا بتقولين لهم مثلا مع بداية العام حطيت هدف، مسكت ورقة وقلم وكتبت أنه أنا في عندي بعض الأهداف دي حقها، بقول لك لا. قديش مهم مع أول خطوة هي أنه نقول مثلا أول 6 شهور أو 3 شهور أنا بدي حقق 1 2 3، فيني بلش من ذاتي، يعني أنه أنا بدي اكتسب بعض الخبرات، ما أكون أكثر انفعالية، ما أقدر أتحمل الضغوطات شوي، أقدر أتعامل مع هي الصعوبات بطريقة مختلفة لحتى ما تنعكس على نفسيتي سلبيا. تمام. هلأ في مقولة بتقلك أنه ابدأ من ذاتك. تمام. أنت بلش من حالك. فرض أن إحنا عام كامل فينا نحط خطة شهرية بحيث أنه بنهاية هذا الشهر أنا أنجزت هذا الهدف أو حققت هذا الهدف، بيجي أنا على الشهر اللي بعده بكل تفاؤل بكل روح حلوة. ولفت كلامك يعني ذكرني، إذا بدنا نحكي شوي عن مخترع الفيسبوك ومؤسس الفيسبوك اللي هو مارك، الناس إلى الظاهر أنه هذا شخص ناجح، هو أصغر ملياردير في العالم. طب نطلع شوي على قصة نجاح مارك، طبعا وغيره من الأشخاص الناجحين. مارك بلش إبداعه وبلش اختراعه للبرامج اللي بتخص الكمبيوتر ضمن غرفة بالسكن الجامعي. كان هو وأصدقائه ساكن بغرفة بالسكن الجامعي، يعني ما كان مرتاح ماديا، كان ساكن بغرفة هو وبعض الأصدقاء الجامعة، ممكن يكونوا أصدقاء جداد ما بيعرفون، هاي من الناحية الاجتماعية. حتى من الناحية المادية ما كان عنده عمل، ما كان عنده بيت، ما كان عنده سيارة، لكن كان عنده عزيمة، كان عنده أصرار أنه أنا بدي أكون حدا ناجح، أنا بدي أترك بصمة ضمن هذا المجتمع. بلش بأول تجربة، اخترع أول برنامج، اخترع ثاني برنامج، ما لقوا أي صدى، بس ما فشل، ما استسلم، ما وقف عند هذا المطب أو عند هي العرقلة اللي واجهته. لا، هو أصر أنه أنا بدي يكون حدا ناجح. يعني اليوم كلنا بنعرف أنه مارك هو أصغر ملياردير بالعالم، وهو مؤسس والمدير التنفيذي لموقع فيسبوك اللي هو أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم. لو وقف عند أول مطب، عند أول مشكلة، ما كان صار أصغر ملياردير في العالم. يعني الإصرار، المثابرة على الاجتهاد، المثابرة على النجاح، هو الحافز الأساسي. بحول هو يبلش من ذاته. فشل أول مرة، معلش أنا ما بوقف عند الفشل، أنا بكفي بالتدريب وبالتدريج، ضل مستمر لأنه في هدف بباله، أنا بدي أكون حدا كتير ناجح،
أنا بدي أكون شخص مشهور ومعروف. يعني لليوم كلنا أغلب الوقت قاعدين على النت وقاعدين على وسائل التواصل الاجتماعي، فالنجاح له لذة، لكن لذة النجاح بالصعوبات اللي بتواجهك لتوصل إلى هذا النجاح. ومو المجد إنه نحن نكون أشخاص ناجحين أو نكون اسمنا معروف أو حدا ضمن هذا المجتمع فعال، المجد إنه نحن نستمر بعد هذا النجاح. يعني مارك ما وقف عند أول برنامج، أول تطبيق اخترعه، ما لقى أهمية، ما لقى صدى، هو نفسيا ما كان كتير رضيان عن هذا التطبيق، لكن ضل عم يشتغل، ضل عم يخترع، ضل عم يثابر على حاله. يعني ناخذ بعين الاعتبار هدول الاشخاص الناجحين، ما نوقف عند الظروف الماديه، ما نوقف عند الظروف الاقتصاديه، بالعكس نحن نحاول قد ما فينا نلهي عقلنا الباطن، نشغل افكارنا بامور ايجابيه، بامور تعطينا شويه تفاؤل لحالنا. يعني في مقوله بتقلك النجاح يولد من رحم المعاناه. صحيح، ما في حدا ناجح طلع هيك على اخر درجه من الناس. الحاج بكفي معانا، خلينا بال 2023 يكون. يعني هي الصعوبه انه صرنا 10 سنين عم نعاني، فعم نحاول هيك نلاقي لو مساحه صغيره فسحه، هيك فسحه امل ندخل من خلالها. محملين كثير مثل ما قالت نور، عم تذكري اليوم خطوات وعم تعطينا امثله، خلينا اليوم نحكي اي تغيير لازم مفروض يبلش من ذاتنا، نحن اليوم في قصص كثير سلبيه بشخصيتنا، يعني عم نحملها معنا من 2022 او باي مرحله بحياتنا لمرحله جديده، وهذا الشيء اكيد رح يعكس بشكل سلبي على هي الفتره اللي حابين نطور فيها. خلينا نحكي مهارات ضمن التنميه البشريه كخطوات، اليوم نحن كيف قادرين نطور من ذاتنا، كيف قادرين ما بدنا نقول نمحي سلبي، كلياتنا عندنا سلبيات، ولكن نخفف من حده السلبيات بحياتنا، اذا حبينا نحكي تنميه بشريه اليوم. تمام، هلا ضمن التنميه البشريه اول شيء نبلش من ذاتنا، نحاول نرتب الأولويات، نشتغل على الأهم ثم المهم، نحط أهداف، أهداف تتناسب مع إمكانياتي، مع قدراتي، أهداف قريبة التحقيق، لأنه أنا إذا حطيت أهداف بعيدة عني أو ما بقدر أحققها أو صعبة التحقيق، فهذا الشيء رح يعطيني إحساس باليأس، إحساس بالإحباط. يعني ما نكون كثير نسرح بخيالنا، لا فرضا أنا طالبة بكالوريا أدبي، أكيد ما رح أحط هدف إنه والله أنا أكون دكتورة، هذا الهدف مستحيل التحقيق، فنحط أهداف تتناسب معنا. يعني في آية بتقول طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغير الله ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. 2022 خلصت، ناخذ الأمور الإيجابية، كلنا مثل ما في عنا أمور سلبية مرينا فيها، مرينا بمشاكل، مرينا بأزمات ضمن 2022، أكيد في كتير إيجابيات، في كتير أمور حققناها، في كتير أمور كنا كتير رضيانين عنها، فناخذ بس هدول الذكريات الحلوه كتدريب اليوم، كتدريب نفسي، لان يعني نحن اليوم انا عندي نقطه ضعف بهي القصه، كيف اليوم قادرين نقوي نقاط ضعفنا؟ بالمثابره بالمثابره والتدريب يوم بعد يوم. يعني فينا ببدايه النهار ندخل توكيدات ايجابيه، هي بتعطيني دافع نفسي انه انا عم احقق ذاتي اكثر، انه انا عم ادعم نفسي. صح، بس خلينا نعطي خطوات، يعني لهلا عم نحكي عموميات معك، يعني خلينا نعطي بعض الخطوات. يعني هلا كمان المحيط والمجتمع والبيئه والحياه اللي عم نعيشها بتلعب دور، والمحيط اجمالا بسبب الضغوطات الاقتصاديه والمعيشيه وكلياتها، يعني اذا بدنا نحكي عنها مطولا كثير، يعني بتأثر سلبا. يعني المحيط ما عاد شفتي محيط ايجابي بيلعب دور انه هو بيدعمك او بيساعدك لتتجاوزي هي الصعاب، لانه هن اساسا عندهم صعاب ومشاكل ما هم قادرين. يعني اي حدا اليوم تجي بتحكي له عن مشكلتك بيحكي لك عن مشكلته، يعني ما عاد في تنافس حتى بقصه الوجع والالم. كيف فيني احكي خطوات صحيحه؟ يعني اقول كل هذا الاجتهاد والمثابره وكل هذا بنعرفه، بس انا بدي بلش مع بدايه 2023، ما عاد بدي يا اختي استحمل، يعني هي رده الفعل للضغوطات والمعاناه تكون بنفس الوجع. هي قديش فيني انا اطور ذاتي اليوم على الصعيد النفسي والعملي والمهني؟ بعض الخطوات يعني مع بدايه عام، اقول انا انه الصبح لما في بكير مثل ما عم تحكي بالوعي في بالعقل الباطن، كيف فيني انا اشتغل بمجال مهنتي، بمجال شغلي، حتى على الصعيد العائلي اليوم، حتى بالتواصل الاجتماعي العائلي في ضغوطات، ما في تواصل مثل سابقا بهيدي المثابره والاجتهاد والمحبه اللي عم تحكي عنها اليوم. تمام، هلا نحن فينا مثل ما ذكرت اول شيء ندخل توكيدات، نبلش يومنا بتوكيدات ايجابيه.
حتى نبلش النهار بابتسامة. هذا الأمر رح ينعكس على شخصيتي ورح ينعكس ويكون مسبب للسعادة، مسبب للإيجابية بحياتي. كمان ممكن نمارس بعض أنواع الرياضة. هلأ ممكن بعض المشاعر، بعض الضغوطات ما عبر عنها بالطريقة الصح. الرياضة هي من خلال الرياضة مو بس نحن بناخد لياقة بدنية، لا كمان منفرغ من هاي الطاقات السلبية. نحاول نكون نحن الأشخاص الإيجابيين يلي الآخرين بيلجؤونا في حاله أو بمشكلة. فرضا صارت معي مشكلة اليوم، فحاول بعد عن هاي المشكلة، ما كتير ضل كل النهار عم نقبي هاي المشكلة، عم احكي بهاي المشكلة، ما نوقف عند حصرة هذا الأمر السلبي. كمان الانفعالات اليوم بتحسي كل قنبلة موقوتة متحركة، أي حدا بتحكي معه بتلاقيه فجأة أنت عم تحكي طبيعي شو صار. هاي الانفعالات اليوم كمان بتلعب دور بي تحكيم الذات، يعني هي الخبرات والمهارات، هي ضبط الانفعالات من خلال التحكم بالامور والتعامل مع الامور بعقلانيه اكثر. نحاول نذكر النعم، يعني نعم الله كثيره علينا، نذكر نعمنا، نشكر الاخرين، اشكر نفسي على انه انا لسه اليوم قادره في الصبح وابتسم ودخل توكيدات ايجابيه على حياتي. مثل ما في بحياتنا كثير سلبيات، كمان في كثير ايجابيات. صحيح. فالشخص السلبي رح يضل مركز على الامور السلبيه، رح يضل مركز على المشكله نفسها. قصص ما بتصير. طيب انت عم تحكي على الشخص السلبي، ولكن كان كمان عندك مجتمع ومحيط سلبي. في اشخاص اليوم ما فينا ننكر هاي القصه، هن انخلقوا بالدنيا لحتى يفشلوكي، لحتى يعطوكي هاي الطاقه السلبيه، لحتى شو ما ساويتي ما يعطوكي هذا، خلينا نقول الاعجاب او اللايك للشيء اللي انت حاقلني مساويتي. دائما عندهم هاي النظره انه بس لو كذا البسبسة. يعني قد ايه المهم كلمة هدول المجتمع، كيف نحن قادرين نتخلص منه؟ تمام. يمكن هي أهم خطوة نور في 2023، إنه أنت تبلشي بطاقة إيجابية من ذاتك، ما ينعكس شيء سلبي عليك من اللي حواليك، ما يتم اختراق الدائرة الإيجابية تبعك. هالة بدك تعملي هالة تحصينة. فأنا برأيي أهم الطرق هي مكافأة النفس من فترة لفترة. يعني بعد عجقة هالحياة نحن لازم نكافئ نفسنا. ممكن إنه نطلع مشوار، ممكن نروح على السوق، ممكن نقعد مع أصدقاء إيجابيين، أصدقاء روحهم حلوة، ممكن نحضر فيلم كوميدي. يعني هي أبسط الطرق اللي بتسبب السعادة وبتسبب الإيجابية. أنا أدور على الأمور الإيجابية، مكافأة نفسي من فترة لفترة، فهالأمر رح يعطيني دافع إيجابي كتير كبير. فرضاً عندي أشخاص سلبيين ضمن محيطي، أنا ماني قادرة أغيرهم، فبدي شوي شوي تكون طاقتي الإيجابية أعلى من طاقتهم السلبية، لأن الطاقة بالنهاية هي بتنعدى. جسم الإنسان مثل المغناطيس بيأثر وبيتأثر بالآخرين. بس كانت طاقتي إيجابية فهنن رح يتأثروا بهي الطاقة الإيجابية اللي عندي. يعني كلنا عنا هذا رفيق اللي ضحكته ما بتفارق وشه، بنقول له القعدة معك بترد الروح، القعدة معك ما بينشبع منها. فنحاول نحن نكون هذا الشخص البشوش، هذا الشخص دور عليهم اليوم يعني بهاي الظروف. ليش عم تضحك؟ لا بستغربوا اذا ضحكتي، والله مبسوطة، والله عن جد هيك، يعني انه انت ليش متفائلة؟ طب ما هي الحياة ما بتوقف عند الأمر السلبي، ما بتوقف عند هي المشكلة. هون قصة التنمية البشرية والمهارات الذات بتدخل، وقت اللي أنا خليني أقول بقطع بالقصة، بطنش مشكلتي، بصغرها ما بكبرها، يمكن هون القصة نابعة مني. فالمحيط يمكن استغرب انه انت اليوم واقعه بمشكله عم تضحكي، اليوم بوضع الاقتصادي عم تطلعي وتفوتي وتضحكي ولا كانه في شيء. هاي نقطه ايجابيه، قديه مهمه هي القصه. الاوضاع الاقتصاديه على الكل، الظروف الصعبه على الكل، يعني هاي المشكله قديش ممكن تاثر علي. فرضا انا وقعت بمشكله، او صار معي اليوم ضمن بالصبح فقت وصارت معي مشكله الصبح، فهي المشكله شو مدى تاثيرها علي اجتماعيا او على صعيد العائله او على صعيد العمل. طالما المشكله ما لها تاثيرات، فأنا بحاول قد ما فيني أخفف من حدة العصبية، خفف من حدة الانفعالات، كون حدا عقلاني، كون حدا واعي. يعني قبل شوي ذكرتي كلمة، نحن اليوم اللي فينا مكفينا، مو ناقصني يجي فلان يحملني همه أو تيجي جارتي تحكي لي قصتها. فحتى حديثنا يكون إيجابي. نكون إيجابيين بالمطلق بأفكارنا، بأعمالنا، بنوايانا. يعني حتى نحن بعصر الحضارة والسيفلايزيشن أغلب الوقت الناس على النت. يعني أنا بستغرب فرضاً بتلاقي أشخاص لهم اهتمام بصفحات اكتئاب، حزن،
القلم حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي نكون ايجابيين، نشترك بصفحات، يعني فرضا حدا فينا قاعد على النت قراتي نكته ممكن تضحكي، صحيح حكيتي هالنكته اللي قاعدين معك، فبالتالي كمان هن هي النقطه الاساسيه الايجابيه. كلياتنا لازم نبلش مثل ما قلتي بدايه التغيير من الذات، هذا بينعكس اساسا على محيطك وعلى المجتمع. حديثنا معك كان ممتع، نتشكرك، وقتنا خلص لليوم. مدربه التنميه البشريه ولا لحلح، شكرا كثير لك. العفو، يعطيكم الف عافيه.